مرحبا، كيفكن؟ اليوم رايحين على تورونتو لحتى نتسوق بأشهر مولات فيها. بتمنى يعجبكن الفيديو وتعملوا اشتراك بالقناة. هاي أول مشوار لألي على مولات تورونتو بعد الكورونا. المولات فاتحة من فترة بس كنت عم بخفف مشاويري على المحلات المغلقة، بس هلأ لازم أشتري تياب للعيد. الباب تبع الكراج يمكن بس تشوفوه بكندا، لأنه بالشتاء التلج بيكون كتير قاسي، لهيك بيسكروا البواب. هذا المول اللي نحن فيه اسمه يورك ديل، وبس رح نخلص رح نروح على اوتلت مول. يورك ديل من اكبر مولات تورونو، وشغلة حلوة فيه انه سقفه باللور، فلما بيكون شمس بتكون حلوة تمشي فيه. هالمول كتير بيشبه مول فيستيفال تبع دبي. الفرو بكندا عن جد كتير فظيع، رغم انه مو شتا منزلين شوية موديلات حلوة. كل العالم بالمول لابسين ماسكات، فلازم اللي يجي على المول يكون معه الماسك تبعه. المحلات المشهورة مثل زارا في وقفة على الدور لحتى تدخلوا عليها، رغم انه الدور طويل ما استنينا غير 5 دقايق ودخلنا هلأ عند زارا. في كتير محلات عاملة تنزيلات ومن ضمنهم زارا. إيه؟ لونا كبرت، هي أول مرة بتنقي أغراضها لحالها. أخذت الأغراض ورقدت فيهم. زارا دايما بضاعته حلوة. لونا حبيبتي هذا لبس صبيان. خلصنا عن زارا ورايحين نكمل تسوق. اليوم عقمنا ايدينا عن شهر لقدام. في منطقة خاصة بالمول بس للماركات الغالية. شغلة حلوة بهالمول انه بتلاقوا فيه ماركات عالمية ما موجودة بالمولات الصغيرة. على مدخل المول في محل لتعقموا ايديكم، وتقريبا بكل محل حاطين معقم ايدي. المول فاضي نوعا ما، اخر مرة جيت عليه قبل الكورونا كان فيه عالم اكثر بكتير. ومعظم المحلات حاطين شخص عند الباب لحتى يتأكد انه عم تعقموا ايديكم قبل الدخول. ما في دور عند H&M فرح ادخل لعنده. صح ما في دور للدخلة عند H&M، بس شوفوا الدور على حساب قديش طوله. لونا مبسوطة على الأسهم عم تمشي عليهم. لونا صارت محترفة التسوق لحالها، نقت كم غرض وعم تورجينا اياهم. عجبها هذا البنطلون ورح ناخده. لونا اكثر وحده ملتزمه بالتباعد الاجتماعي، ما بتوقف غير على الخطوات المرسومه. هاي الطبعة اللي على الأرض مقطوشة شوي من الأجر الثانية، فلونا عم توقف على أجر وحدة. لونا تعبت من التسوق وقررت تاخذ استراحة.
مشكلة الدور انه بيخليكم تفكروا قبل ما تدخلوا على اي محل. والشغلة التانية انه المحلات اللي ما عندها دور بتفكروها اما غالية كتير او ما عندها بضاعة منيحة. هالمول كتير كبير، بتكون نص يوم لحتى تخلصوا. مايكروسوفت سكرت كل محلاتها ورح يصير البيع فيها بس اونلاين. ابل حاطين موظفين برا لحتى يحكوا مع العالم يلي على الدور ويشوفوا اذا بيقدروا يساعدوهم من دون ما يدخلوا. اجمالا المولات بكندا ما فخمة كتير مثل مولات الامارات، بس هذا المول يعد من المولات الفخمة هون. خلصنا تسوق من هذا المول ورايحين نعمل بريك شاورما قبل ما نروح على المحل الثاني. المول الثاني اللي راح نروح عليه اسمه تورونو بريميوم اوتلت، وراح نعدي بميسيساكا لحتى نوصل لعنده. نعرف محلين شاورما طيبين بميسيساكا، هذا واحد منهم. يلي بيعرف محلات شاورما طيبة يكتب لنا اياهم بالتعليقات. شاورما رويال واحد من اطيب محلات الشاورما يلي بنعرفها هون. رح حط عنوان هذا المول بوصف الفيديو. مولات الاوتليت بتكون البضايع فيها عليها تنزيلات، بتعذب شوي بالتسوق بس ممكن تلاقوا فيها كم قطعة لقطة. الكافيات فاتحة بس اما تيك اواي او القعدة برا. واحدة من الشغلات اللي ممكن تشتروها بكندا من الاوتليت مول هو لبس الشتاء، وخصوصي اذا بلشتوا تطلعوا عليها قبل ما يصير شتاء. بتلاقوا موديل الشتوية اللي قبلها بجودة عالية وبسعر منيح، وكمان هون الماركات المعروفة في دور عليها. وعربيات الأكل كمان موجودين. شغلة حلوة بالأوتلت مول انه بتلاقوا الماركات اللي كتير غالية عاملين تنزيلات كتير قوية. عن جد الشعب بكندا واعي كتير، تقريبا ما شفنا حدا مولاوي تكون معي مع انه المكان مفتوح. هذا تمثال لدب بالحجم الطبيعي، شوفوا كيف لونه عم بتقلد الدب. اول شي كانت خايفة منه وبعدين اخذت وش عليه. عن جد الدور هون كتير طويل، لو حتى عامل 70% ما راح اوقف هالدور. الفود كورت مسكر بس بتقدروا تاخدوا تيك اواي. باجر من احسن ماركات بواط التلج بكندا، جبت منه باطي التلج وعن جد بدفي كتير. اولد نيفي ما عنده دور، راح ادخل لعنده. بما انه تعبنا من التسوق فعم ندخل بس على المحلات اللي ما عنده دور. لونا خرج تشتغل مؤثرات صوتية. هاي لونا لقيت هون لعبة لإلها تتسلى فيها. خلصنا تسوق لليوم وبس نوصل على البيت رح حط لكم صور للتياب اللي اشتريناها. رغم انه جو التسوق مو طبيعي بس منيح انه المولات فتحت ورجعنا نقدر نتسوق. بتمنى يكون عجبكم الفيديو وتعملوا اشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس. يلا باي.